كرم الضيافه، لو جالك ضيف وطلب منك حاجه مش عندك هتعمل معاه ايه؟ طب شايفين ازاي اخواتنا العرب اللي عايشين معانا من جنسيات مختلفه بنتعامل معاهم ازاي؟ يا ترى ايه سر كرم ضيافه المصريين؟ عشان نعرف ده تعالوا نشوف راي الناس ايه. لو جالك ضيف وطلب حاجه بعينها مش عندك هتعمل معاه ايه؟ على قدر الامكان وقدر المتاح هحاول اتصرف له فيها. والله لو عندي هديها له، مش عندي هتصرف، هحاول اساعده على قد ما اقدر. طبيعي لازم كده كده لازم اروح اجيبها باي طريقه. لو في مقدرتي ان انا اجيبها له اجيبها له، هحاول اتصرف واجيبها له. هبعت اجيبها لان احنا متعودين على كده اصلا من صغري. لا لما كان حد يخش البيت عندنا لا لازم اعمل معاه واجب الضيافه، ومتعودين على كده طبعا. قدر المستطاع يعني احاول اوفرها له، لان طبعا المصريين معروفين بكرم الضيافه. لو مش عندي حاول اتصرف اديها له، لان اكرام الضيف واجب. طيب لو حد صاحبك او قريبك دخل عليك بضيف ما تعرفهوش، بتكرمه اكتر من العادي ولا لا؟ اكرم من العادي طبعا، يعني ده اول مره يجي لي فلازم اكرمه اكتر من الطبيعي اصلا، ادي له كل اللي عندي. واجب الكرم والضيافه هتكرمه، لو جاي معاه واحد اتنين تلاته انت ما تعرفهمش اكيد هتكرمهم، حتى لو ما اعرفوش وجاي لي مع حد اعرفه على الراس من فوق، يعني ده هي طبيعه مش اكتر. كفايه ان هو جاي تبع قريبي فأكيد هقابله أحسن مقابلة. إيه حكاية كرم الضيافة عند المصريين دي؟ كرم الضيافة عند المصريين من قديم الأزل، ومعروف عن الشعب المصري عموما إنه شعب مضياف. إحنا اتشهرنا بكده، دي أول حاجة. تاني حاجة كرم الضيافة ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، دي حاجة مؤصلة في جذور الشعب المصري. كرم الضيافة ده شيء أساسي إحنا ما ينفعش نتخلى عنه، فده خلاص بقى سمت وبقى سمة عند الشعب المصري بصفة عامة. ده حاجة شرع ودين وعرف، المصريين كرموا بطبيعتهم، مسلم ومسيحي وكل حاجه. احنا تعودنا كده من صغرنا ان لما الضيف يجي حتى لو طلب ايه انا لازم اعمله له. شايف ازاي موضوع اخواتنا العرب اللي ضيوف عندنا بجنسيات مختلفه؟ اي جنسيه عربيه عايشه في مصر مقيمه في مصر احنا بنعملها كما لو كانت مصريه. ساب بلده وجه هنا عشان يدور على فرصه مثلا للشغل او فرصه للتعليم، طبعا لازم نرحب بيه. كل حاجه في مصر مسخره لاي حد من الشعب العربي والعالم عموما. هي حاجه كويسه لان مصر مش جديد عليها ان هي بترحب بجميع الجنسيات، الموضوع مش مضايقني خالص، بالعكس بفرح لما بشوف جنسيات مختلفه مبسوطه وعايشه معانا هنا مبسوطين. يعني ده حق بلد وعرف بلد من زمان، المصريين بيرجعوا للعرب والعرب بيرجعوا للمصريين، كلنا واحد في الاخر. اكتر حاجه بتهمك لما مصر بتستضيف مسابقه رياضيه او مؤتمر معين؟ ان احنا نظهر بشكل متحضر قدام العالم، وقبل ما نكون قدام العالم قدام نفسينا احنا. احنا كمصريين بنحاول ان احنا نساعد نفسنا ان احنا نظهر بمظهر لائق وبمظهر كويس قدام العالم كله. يعني بنبسط على اساس ان اسم مصر بيسمع بره، بنبسط قوي خصوصا لما يكون الموضوع منظم اكتر وكده، فده بيبقى حاجه حلوه. يعني التنظيم، يعني احنا لازم ننظم تنظيم يريق بينا. يعني نجاح المؤتمر الفينش بتاعه